بعدين بصراحه ما حكيتش انا عن ما فضلت مصلحتك الشخصيه على مصلحتي. طيب اذا كانت نساء حمص تنتهك ونساء تبدك تنتهك حرمتها ونساء درعا تنتهك، اليست غاليه عليك احرار سوريه او حرائر سوريه مثل ما تقول؟ تبارك نساء انت وتبارك عرضك، حريص على عرضك مالك حريص على عرض سوريا؟ وين نساء العالم؟ يا جماعه القصر في العالم انا ما بدرس عليكم، انتم بتدرسون ان شاء الله في المستقبل، انتم تعلمتونا هذا الشيء لان انتم في مرحله. والله يا جماعه الخير اقسم بالله العظيم اللي فعلوه المشايخ في سوريا انهم اسقطوا فكر المشيخه الحمد لله. فكر المشيخه اللي هو سقط الحمد لله. ما عاد طلع الشيخ بتريشاش وداخل تلاشى العلم على الله، لا ما عاد طلع. بدنا العالم العالم. الاصل في العالم ان يكون عالما بما علم. ولذلك كان في الاعلام كثير في الاحوال يحاولوا يخرجونا في الاعلام. لجنا كثير حاولنا نتكلم قبضتها بوشه نشوف فيهم يمشوا قدامنا فيهم لكن في مصر سوا فين يا صفينا العالم اللي بيجي قدامنا انا ولا مقصود انا بقول معلم او معلم مشايخ شو ما بتحسن بقول العمر علي مشايخ ان شاء الله خلينا نركز على كلمه مشايخ العالم الحر ان شاء الله هو يعني فكر سوريا المستقبل والمناسب لانه ما لقينا واحد منهم خارج الجنود الفكره عم العدي انا كلياتهم متدربين على مدرسه هدول نتاج مرحله نتاج عصر الحمد لله هو اسقط بها الثوره يعني ثوره فتحت حسن نصر الله وقف عليه محمود الحوت نعم هذا الواقع فتحت حسن نصر الله وقف عليه محمود الحوت ما وقف عليه محمود الحوت ولا وقف عليه فلان ولا وقف عليه شيخ الدانه ولا شيخ صرمده ولا شيخ بليل ولا شيخ الزيد الحمد لله ونحن نفتخر لكن انا بدي اسالك سؤال انا من فتره نحن لنا جيل جديد يتوقع في مدرسه شرعيه جديده من فتره لنا الجزيره صحيح انه الاعلام الحر ومهنيه الاعلام الحر انفكت الاعلام الحر وما اعلام الحر في الجزيره شو الاعلام الحر؟ ما معنى كلمه الاعلام الحر؟ انا ابو عدي قاعد عم يضرب زياد عبيد بحر وانا اصور المشهد على انه ابو عدي عم يربي زياد هذا اعلان حر او اعلان حر مثلا الاصل في الاعلام الحر ان ينحاز الاعلام للانسان المظلوم هذا الاصل في الاعلام الحر ان تنحاز للانسان هل نحن اي اختلاف بيننا يحكم بيننا شخص الا اختلافنا كبشر يحكم بيننا الله يوم القيامه فنحن العالم الحر موجود بيننا يجوز يكون قائد كتيبه يجوز يكون مفتي كتيبه يجوز يكون عنصر كتيبه بس الحمد لله الثوره اسقطت المشايخ اسقطت الفكر المشيخي اسقطت كل فكر مشيخي لذلك انتم الان ما بتحترموا عبد الجليل السعيد شخصا بتحترمون موقفه موقف اللي اخذه عبد الجليل السعيد والموقف اللي اخذه ساري الرفاعي والموقف اللي اخذه كريم مراجع والموقف اللي اخذه عدنان عرضون هذا اللي صرتوا تحترموه في الناس وصرتوا تنتقدوا وهذا الشيء ظاهره صحيه فينا على فكره لا نوقف عن النقد النقد كويس بهمنا كسوريين نحن متعودين دائما نمسح حجوات للانسان ونقول كل شيء كويس لا النقد الاسلام عندنا ما في شيء مقدس الا كلام الله وما انزل الله ما في عندنا شيء مقدس غيره كله قابل للنقد كله قابل للنقد نحن ما عاد ندور على الانسان اللي بنقول قال الله نحن عم ندور على الانسان ما يفعل ما قال الله يطبق لا يطبق ما قال الله بغض النظر عن انه شيخ او عالم شخص عالم او ضابط طبعا نحن نذكر يعني انا بجلسه بحضره هن بسموها سرية بس انا رح اسميها كتيبة ان شاء الله من اليوم كتيبة احرار سرمدة وطبعا نطالب الاخوة جميعا بدعم اي كتيبة حرة مستقلة وهذا المبنى الموجودين فيه واللي بسيطروا على الكتيبة او السرية يعني مشان ما يزعلوا ابو عدي والاخوة هي مبنى للامن السياسي مبنى مفرصة الامن السياسي يعني اذاق الناس الويلات هذا المبنى عذب فيه اشخاص وذل فيه ناس تركت فيه حرمات قتلت فيه ارواح ازقت فيه نفوس الحمد لله هذا المبنى الان محرر فيه ومتنير ومتطير ان شاء الله بعون الله ان شاء الله بعون الله ان شاء الله واقول ابو علي يعني كمان من خلال التوثيق هذا احنا اكثر ما يكون تصوير ان شاء الله كمان شو بحب يوجه كلمه ان شاء الله يعني تبث او تقال لكل معارض او لكل ثائر او لكل حر في العالم
يسمع من كلام اخونا ابو عدي يعني قائد سريه تقال جمعية تضامن سورية. شكرا أحمد أبو زيد كتيب جند الله للمهام الخاصة في باب الهواء صرمدة. جمعية التضامن السورية شكرا. غيدان الجرف كتيب جند الله للمهام الخاصة في صرمدة وباب الهواء. يا عجل بس ممكن تبعنا المصور طبعا. لا لا شغل البلوتوث ما تلك هي شغل البلوتوث ما طبعا في منكم المكتب حسون الشقيق في الشهر الاول. أنا ابن هذه المنطقة. الله يحفظكم ويبارك فيكم. كان مشروع ضروري على الجزيرة في الشهر الأول. كانت لي حلقة عن الاتجاه المعاكس كان بعد مع الدبلوماسي الروسي. فالحمد لله هذه حريتنا أنتم موجودين الآن ويبارك فيكم. هذا شرف لنا جميعا. نحن في خدمتكم إن شاء الله دائما. الله يقومكم عناصر وقادة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بي عدو الله وعدوكم. صدق الله العظيم. نحن مجموع الضباط وصف ضباط وأفرادهم مثقفين ومتطوعين مدنيين نعلن بعون الله تعالى عن تشكيل كتيبة جند الله للمهام الخاصة التي تخصص مهامها وفق الآتي: أولاً محاربة بقايا النظام الأسد الظالم في مناطق ريف إدلب. ثانياً العمل على إحلال القانون في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام. ثالثاً منع انتشار الفوضى التي يسعى بعض أعوان النظام إلى نشرها في المناطق التي حررت على يد أبطال الجيش الحر. رابعاً العمل على نشر الوعي وثقافة الثورة بين أبناء شعبنا. والله ولي التوفيق. تكبير. الله أكبر. تكبير. الله أكبر.